بزاف يعني زي النقاط يجان حساسة يديو دفن سماء ويتعلق الأمر زي الاعتقال ثومات الوافي نيخ إزي توسن بريف دومار لأول مرة أتجر الدولة العلوية أتعتقل إجن الشخص يحمل جنسية بلجيكية نيخ جنسية أوروبية نش من وجهة نظرينو من خلال قراءة التصيص قساني قيغييث ما في السماء التصيص وضخص ما دوم تكشخ النقطة إغانو وض بمعيات ما مشني خرخوة التصيص قيغييث ما ذاني تذكروبا أورا ذي عريف اعتقال دومة النخ الوافي يخسويتي ريبود السبب إذي غان عقب غثوثرين أنا اشتي غيري ديج الحافز إذي غان استمر ذي المسيرة النخ ذي الواقفة النخ أحسن رد على الدولة الاعتقال نتومة الوفي أذيري في وش المسيرة المليونية نسيتي ما توقع رغم أنه تختلف كثومات ثومات الوفي تختلف كيدس يهجم دخانخ يدخخ اللايفات ويجمين وخخ يني ولكن عندما يتعلق الأمر يعني الإنسان عارف أخس نمث أخس نمث بكل ما تحمل الكلمة من معنى ونزمع نقبر الجنداري فيهم الجنداري فيهم الذي يريد كفوس النظام العلوي لأنه نسن من يعنى المجرم أنه مقال النظام العلوي سويني أقنخ مجبارين أن تضمن أن تعاطف إنسانيا مبدئيا أخويا إيك ثومات النخ الوافي أخس ندفع والرد ثومات الوافي الذي يريد فيه وشا الرد الاعتقال النساء يريد المسيرة انتي وشاين السيتي ما تريدش المسيرة مليونية لماذا يعني السؤال لماذا الوافي بالضبط نشين السن إلا الوافي شخص معروف يعني غاس يوذى الناس يتقد اللايف السن انت الطاسين يوذان إذن ما نييت دفت يعني في إطار بروباغاندا وزماد من عنيج الإنسان مغمور وذي السين وذي الجن إذن يخسد من عني باش تستعدون المواقف باش تستعدون رسائل مشفرة ضروري يخسد اعتمد نخيجن الشخص يعني نخيجن الشخص أنثومات الوافي وكذلك يبقى السؤال المطروح لماذا الآن ما غاب الضبط نهارا تفونتي التدوينات تفغند اللايفات الاعتقالات في ظرف انه تغيما ياخن هانيخ يومين على المسيرة التاريخية نزمار يعني نتسيتي منك يعني ذاني تاذي ثندين تنقان تويرب لماذا الآن ما غض بالضبط نهارا نشين السن إلا الوافي تاذف يتفغ يمكن العشرات المرات انتي تاذف غيا الريف يتفغ زيا الريف يوذف غامريتش يفغد مريتش إن يدي التيارة يوزد غا فرنسا غا بلجيك يعقب غا المغرب ما غا بالضبط نهارا بالذات وسؤال نزمار كوريجن ممش أصغي جواب نزمار مكوريجن ممش تغيت وراء نزمار مكوريجن يعني ممش نصغي القراءة النص نشت واريخ أنه السبب هو ذي جن الرسالة التخويف يسعدو ياختي دينشين باش يوذان سنين أقاغزاوين غاس الجنسية قيوذف قمن عند إذا الوذي ويقيم شاعري في أنه قغاص الجنسية صافي وثمن عنشا نشقا غوما يثما غاك الجنسية نغاك قرن الدنيا مارا مراش كذاري في مهدد الاغتيال مهدد الاختطاف مهدد الاغتصاب مهدد السارقة يعني شكل حياة نش بخلاصة القول مهددة أثومتينو وتجيبو مرا غاك باسبايا زكا يعني خسر ينيش كاكش في منأى نيخاكش في مأمن أنه واش تطفن شا أش تطفن وذاني تلابد لابد سما ذاني تدخيج إجن إشارة بسيطة نهار أميد الساسخ نش إجن نقطة التصنيت ما هجمت خفير الطاس حد ينقض المزايدات حد ينقض الشوها حد ينقض صغار رقيت ماس تعلق الأمر بإسقاط نخ التخلي عن الجنسية المغربية نهاومي تساسخ إسقاط الجنسية المغربية التصمية ما هجمت خفيف ولكن هارت فهمم ما غا نعزو إسقاط الجنسية المغربية ما غا لأنه ما رنساس إسقاط يعني نقا إسقاط الجنسية بشكل جماعي أذي توطرح الموضوع وعدم إسقاط الجنسية أذي توطرح للنقاش ربما دخلت منظمات دولية دخلت دول يعني دول من أوروبا يعني ما غا ما ريجن الشخص
عيش الشخص 2-3 ربما وجد تاريخ الضخمة، ولكن مراغات الجنسية إيش تنوها ويزمى الدولة العلوية واش تمس واش نهارا مثلا القانون الفرنسي نشخصيا هم يديوكش الجنسية طالماد وما لا يسمى يتعلق الأمر زي مارا الدول الجان في أوروبا نها تحت يصير الجنسية الأوروبية قامش ديني جموار إذن يوذني إكيد فارو جندا ذي إكتن الخضايا ماذا يتنفال قامش أنه الدولة الألمانية ورنا نيتنش ونشقي على يقين أننا سنت ماري وذاني حصل لك الجنسية يقارش الدولة الألمانية أنه وقت مستعد دخلك تدافع ماني مسنج الكرة الأرضية باستثناء البلد الأم النش بين قوسين إيجان الدولة العلوية. إذن الحل الوحيد باش الدولة وزماش توشا يتعلق الأمر أنه يخصد إسقاط الجنسية فمن يلقى إسقاط الجنسية وجبه إجن الشخص ولكن يخصد يلي بشكل جماعي ولما لا نعرف حتى دعوة قضائية على المنظمات الدولية لأنه هو للبوش الحل. إذن ما مش النيخ يعني في لماذا الآن بالضبط كذلك نشين السنة للمشكل النظام نهار قثيق الحراك الأوروبي والجيش الحراك ناريف حراك ناريف ويخقي بويجا الحراك نشين بعد مرور سنتين الخقنق على مشارف اثنين سقوسا المسيرات الوقفات للاحتجاجات الحراك عاد قسم الطب أقف في القمة قسمين يعني سمين يعني سنتين من النظام المستمر سنتين ما يعادل 800 يوم نشين المظاهرات بالمسيرات بالاحتجاجات قمانية ويقيم قاضي أوروبا قاضي سوريين قوة تفهم دي المسيرات قاضي فلسطينيين يجوا ماضي عام تفهم دي المسيرات قاضي كرديين يجوا ماضي عام تفهم دي المسيرات نشين كشعباري في عامين نشين تفهم بشكل يومي ومستمر ذوات السبب يعني يعزون من يتسعد الزونة سلل ولكن نشي واختاري نشاغة الدار واخسي وقيد نشاغ قانش الدقة قانش غنصة نش الجلول نش الأبلة قانا وما تنديج قاو تجبو قاو يقولي ما اني خاقاش كذي فرنسا اني خاقاش مذي هولندا وش اشقاتو عريض قانش شي المارة دي الجن إذا من نخدي الجن تموات من نخدي الجن أريفي جان يمات نخدي الجن إذا من عناية نغنغينا يخميني نقا مستعدين نضحى مستعدين خنغن قاو تجيبون تزايد نيخ قنت كسب المزايدات نيخ نستعرض العضلات بالعكس يا يتما نشي من السنين لحتى دي اوروبا ربما خنغن ربما خنقنش نقرب الارهاب ربما خنضعنش شنبومبا في الطوموبيل ككل شيء ممكن الدولة العلوية ولكن قوان جيشاري مأمن ما مش تجمكني وذي الخطار سما ذي عريف فنشينا من نقاق ذي الخطار بارا يعريف وتتوث شاري نغاق فاميليا النغ غاق ذي الأمهات النغ ذي نغاق الأباء النغ ذي نغاق سما ييثمات النغ ذي يسمات النغ ومع ذلك نضحى كل شيء من أجل يعريف إذا نشي نضحى كني والضحى والتضحية ينسيتي إن شاء الله أنت تتغيو النتيجة إتغيارنا الريفة ديري إريفيا يعني ما مش نقاس استمازيغ أغارب النخذ من ده سفوس النخ وفي ده عالوي ورد رعدو النخ. إذا ما يؤكد كلامي أنه الحراك ذي أوروبا يثمى إذ ورس ما يتشكلي جنهاجز الدولة العلوية أنه في آخر كلمة في آخر سمة التقارير إذا غدي توظن أنه ذن هناك ضغوطات رهيبة تمارس على الدبلوماسية المغربية يعني خاصة يعني دي بلجيك هولندا الدولة العلوية تقارسني السفارات القنصليات الوداديات يخصكني وتسبد دمانيني باللي كان نشين ونخصبوا المسيرات ونخصبوا الاحتجاجات ضد بعض الثمانيات فيديو كليبات أنشطة مخزنية نداوة كوشي المهم الحراك هذي بد ومع ذلك ويتبديشا أو شا تسكد السفارة أنشا محمد السادس نخسكد القنصلية أنشا محمد السادس نخسكد الودادية أنشا محمد السادس نخسكد وانا ويد غتسكد الحراك سيستمر نهومين إن الحراك ويتبديشا إلى غاية لتحرر عريف قوة جيبون نثوها الحراك والله ما ذبت إلى غاية لتحرر عريف يعني تحرير كامل شبر شبر يعني صوريف صوريف دشار 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 يعني شارع شارع زي الاستعمار العلوي.
وكذلك يعني مني تدفن دي الإطار أنه قصد قضان خلحي راكسيجن الطريقة أنه كل مرة نتسرى نداءات يعني الطلب زك جمهوريون تاكل الحراك أدجن الحراك على أساس قن صغارة أقن تعذب أقن تقسم ميت مثلا أقن نركب على الحراك رغم أنه الشيء السنة قنق على يقين رمخزني السن إيوذاني وكيخي جين سنن أنه العمود الفقاري نهار الحراك في أوروبا إيوذان دي جمهوريا تمن دائما مطلق استقلال الريف ولكن خميني نقايو ذانا العمود الفقاري الحراك دي جمهوريا عماس واستغل الجمهورية عماس واستغل القناعات نسن عماس واستغل اسم الإيديولوجيا نسن باش هذا منين الحراك يعني غاد السيغضن باش أضروجن اسم أضروجن الخطاب نسن نيخ أضروجن سما مين زيتا منن عماس نجا الاحترام ضم قراني الحراك يقل مطالب الحراك يقمي خفغني ايث مذنخ وذين بوشن الشخص نهار يتفغ ذي الحراك ولو ذا جمهوري نغيتا منس الاستقلال نغس تقرير المصير نغس الحكم الذاتي يوسف باشا بيستغل الحراك ما مش تروج مكني وسي خارق النوم بالعكس نتحتارم يخوث نيف مثل خارح بس نتحتارم يثن يعني في أقصى تقدير ولكن هذا لا يعني أنه هو نخدم شا الشغر نخفي الطرف النقيض أقذين مؤسس قريب العاجل في رهم سما إذا غان ندها الريف على المستوى البعيد على المستوى السياسي ما مش نخرخو أقذين الخدمث أقخد من يريفيين إيوذان ذو الأطور إيوذان ذو الكوادر إيوذان غرين إيوذان فهمين غاسني موشان مغاند جروبا والله من فاشئك النيو ستكون هناك مفاجأة ذي القريب العاجل إن شاء الله أذين يريجن إطار قوي أذين يريجن إطار مستقل الإطار مني وذين الذي جسي بالدقبريد إطار سماء إتامن استقلالنا الريف الدفع في الجمهورية الريفية وغسب العلاقة الحراك وزي السنة ندفع في الحراك نضمن الحراك نفق الحراك ولكن في الطرف النقيض وجبوض النقيض ولكن المتمم نخل المكمل يعني الحراك هو ذي المسيرة الحراك أنه هذه النير ممش النيخ في القريب العاجل إن شاء الله أضفق الإطارة والله مدفج أمارة إطارة ديري قوي ليس يوذن دي المستوى ليس يوذن دي مزدقن تشغوم القسم ويوم العيد نهار دي يوم العيد تشغوم العهد والسن من نيخ ميذا ومن تشن وعود متكماريثن أول حاجة أول خطوة يزي غتقوم هو رفع دعوة قضائية في الجرائم الدولة العلوية والمحاكم الدولية يعني من يجد غاس الإشارة وها باش هاد السنة يتمات نقضى في جروبا قوى تجبون تزرغ الزد وها ميخ نتفقوا تقل المسيرة وشان تعوح نطز أقا نخدم بسرية تامة ما غنخدم بسرية تامة من زي ما نفقد ما نعلن خاس لعامة الناس ما مش دخ يوقع ثوارة النومين وحانك تجريب هني المنظمة رمخزني سكد المخابرات المخابرات السكندي ودانسن أرمي ذا خازين يعني عازين أخي جسقان وين أقن تشتغل في سرية ترك وزير أنت قلت في ثوار أنت ناقش نسوار ونشقى غوام في القريب العاجل إن شاء الله تفجأم في القريب العاجل إن شاء الله تفحم في القريب العاجل أنه الدولية من الزعزع ما أطلف ضحة عارة مغا مين زي ما يثما ذي السمان شين السن إلا الصراع النغي الدولة العلوية صراع سياسي وذي البو صراع اجتماعي طبع ذي اجتماعي ثقافي ولكن ذي الجوهر النس ذي العمق النس يتغيما صراع سياسي إذا مدام صراع سياسي فالآليات الاشتغال يجب أن تكون آليات سياسية والتنظيم هو أذي يرسم مزي الآليات الاشتغال السياسي يغي وجه الدولية يغي فضح الدولية يغي عار الدولية المجرمين وجوان فضحا عاروها ولكن بل أنتسق حتى البديل لأنه أخمي غتكسب الدولية يغسطي ريغاك ذي البديل إذي غتنده الغزات يمكن بين عشية وضحاها الدولة ليست كشفتنا أذي كش المشكلة أذي كش خاوتقة أروينا قد الدولة العلوية نهارت عيش جن يعني جن صراع داخلي ما مش دي يسمى جم دكرينو ونتا أستاذ سمى ذي علم السياسة إنه ذي جن صراع داخلي ذا مقران يسمى ذنت بقيج المصطلح إنه شغاس يعني ملوك الطوائف على غرار ملوك الطوائف تغيجان دي الأندلس يعني مكور عشرين يوذان قصنا الحكم واحد سن مكور عشرين يوذان الشاطن عشرين نغني ذي جن صراع ذا مقران وذين هو التجانس وذين هو الأخوة وذين همون مرة يسنينا هنا مرة من غان وجيت من غان وغيخذ من تموات نيخو غيخذ من الشعب الله
تمن غير وي غا يتجا القوة وي غا يري السلطة باش هادي مارس الوصاية نسخين نغني غاديك التمنيات هادي غبا. إذا الدولة العلوية يتما تتخبط ليس المشاكل. محمد السادس نهار ويقيم شي حكم قتوالا مرة. محمد السادس يهرشك وإذا غادي في أي لحظة مي سعاد وادي يجيد شا أقاش بدنتي دبوي من الزغنية أخ مش بدن لاستيك مكورة ما تف يعني شا 10 سنتيم وسام جسيتك يعني مرة منيا فقط لأن الدولة توضى الدولة وغاسق من زيغة واجه المشاكل الداخلية الصراع جا يعني رجالات الحسن الثاني رجالات محمد السائن حاشا إلا الرجالات شميت الحسن الثاني شميت محمد السادس يعني إني قديم ديني جديد وكذلك إني جديد من كوري الجنية الزوم يعني هذه قدم أكثر اسم الخدمات محمد السادس بالقصة باش خاص يعظى. إذا الشيني سنستغل موقفة نستغل الوضع حما تفاتيري نوجد أميري مستعد إذي وشا باش مرد دولاني كاري شفاتونا نشين كيري فينا نيري مستعد أميري غاخ البادي اللي تغن كشي الشعب النخ وتجوار خدني تغن فقر أش تفن الدواعيش نيخد الإرهابيين أش تفن عريف وشا ستعزينش اللي غستيري نستعد من زي غتستعد نستعد عن طريق سما التنظيمات السياسية الأحزاب الانخراط للأحزاب الأوروبية يغستيري نوجد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. اذا رعقب خصنا شويه غدفا نيخ انه طمانت خان خايف مثنخ ولكن في اخر المطاف دغيما المعتقلين دعيف مثنخ العائلات نسن دعيف مثنخ خاص ندافع خاص نمث الى اخر سما الى اخر نفخ. اذا المخطط المخزن من يعنى هو نسف الحراك الحراك ويجر مبارك الحراك يجر مقدس الذي فشل المغرب بكل أجهزته بكل أمواله بكل إمكانياته باش تخترق والله ما يزما تخترق أقسم بالله ما يزما غادي منع الحراك الحراك أكتب فوس الأحرار أكتب فوس ريفيين حواريين تخصنا الريف وخص 8 وخص الملايير الدولارات وديجا المغرب يخسر الملايير باش هذا يعص الحراك نيخ باش هذه شوه سما هذه شوه سما الأحرار هذه يعني خارق عند المغالطات ولكن من يتوقع المري ما يحاول داخل شوه صلاة رب العالمين يوذن تقن دينخ أكثر يوذن تشنخ ورنسن أكثر يوذن ترغنش دي تليفون قال أشكر خوي ذيك انتق أكثر. إذا الدولة العلوية مري ما تحاول باش اختاز نيخ اختغذر نيخ اختستهوى زيتي الطويني يوذن تيري نتائج عكسية مغا من زين تكتز مانخ من زي وجهه غالف وغاه يعني عدي سنخ وذا يتبور عجينة وانشي 8 زي حد وذا خيص غي حد وان زنز ويد ما تنخص زيادين الويسكي وراس تريكاوات من مجلس قان جوجي كافانا ولكن من تدفع خريف بمعية الأحرار الحرائر نخصا زي جيب بالنخ ما نايا مارا وجين شواهيتي تبقين مارا حواريا سوينين قوى سوينين جهد ونشقي على يقين أنه نستمر نجهد إلى غاية اللي تحرر عريف النخ إن شاء الله. إذا اعتقال الوفي يتذي الإطار و إطار سما نسف الحراك هذه السيب ذلك العقب غدا الدار ولكن على الدولة العلوية أن تعي جيدا أنه أن تعقب شغل الدار ما روانو في يثمة نحاوحا ما روانو في الملف المطلب يتحقق ما روانو في يعرف أقصد فوس يوذنس يوذنس الأحرار وجهو إلياس العماري بن شمز الخوانا أذي يريو كفوس إحواريا إغزان غياريف كأم لأن الشين ثم ودي مذنخ ذي الثقافة يعني الريفية سويني نقار لا نعرف ويجيو فوس الأحرار أنقيم مستمرون مستمرون سما ذي المعارك النخ مستمرون ذي النضالات النخ أنقيم صامدون إلى غاية أذي تحرر الريف. إذا من يمر يثما دق الاعتقال سجيني ثومة الوفي إذا دانيتي تكتشفت سما ضمنيا أنه ريفي مع الأسف يعني هو انخسن باش نتوجهد العاطفة لمجرد من عند يعني ودوسين شريفيين باش يعني تحل الموقف تحل يعني المشكلة و يعني سجل إطار يعني عقلاني يجل إطار سما منطقي بالعكس العاطفة من عند خنشي غاية الجنسية ويمشي غاية قغاية الدات قغاية موافقتين اللذة وما توجهوا دول الهدف دق المواقف يخسن خل نحل وجبوس العاطفة ولكن بعقلانية ومن يما هدف الأبرز إجان سما المطاعة يعني المحكمة تريدين الصدمة تريدين ضربة قضية الدولة العلوية المؤسسة تنسى الغير العادلة والمشروعة. إذن
يتهدف في إطار تحوير الرأي العام في المقاطعة، وكذلك تحوير الرأي العام في المصير ترجل ثومة ربيع الأبلاغ ساقان غدق المواضيع مؤئة وانتتوش المقاطعة ثومة مغعز ربيع الأبلاغ. إذا دق المواقف يهما قسي والخطاس الحاور خسمة باش نقدش شي حاجة. إذا دق المواقف عوض ممشن نخذي البداية الكلمة نخ النقطة عوض ذيري سما أخياز يخسى ذيري ذي الحافز. مع ما معنى ذيري ذي الحافز؟ ضروري خسى من خلال نقطة أن سقنع الأوروبيين أن بجبروت الدولة العلوية نسني للاتحاد الأوروبي بما فيهم ألمان بما فيهم فرنسا بلجيك يعتبرون أن الدولة العلوية بلد آمن. يعني زمار بنادم أذي سيعيش وشتيش نقولو جوء ذقروبا تعالى نشغل المغرب لأن المغرب بلد آمن. إذا من خلال مواقفينا من خلال التصرفات الإجرامية العلويين يخصنا نستغل لصالح النف. ما معنى نستغل لصالح النف؟ هو يخصنا سنين الأوروبيين وخط نفق رعاد الزيت مع الأسف الشديد سنين الأوروبيين قدوا لني المجرمين تصرف الإنسان على تدوينة بسيطة يتابع بتهم كبيرة. إذا عوض أخار من غث الدات عوض خصي وقذن يخسر يلي رجل الحافز زيسنو يواغ الزاد أنفضح الدولة العلوية الإجرامية عن طريق ممش النخرخو. أولا يعني عاد إقناع الناس بعدم العودة غثو درينسن. ثانيا يخسر نسقنع بلجيك بأنه هو الجيشاب عفوا نسقنع بلجيك هولندا فرنسا المارة الدولة باللي المغرب ليس ببلد يعني بلد غير آمن تماما. كذلك أنه تتوشيث محتمر وكن يوطيف نشخ مغاد عقبن لأن غاك باسبا ولكن دين مضايقات خميتا فت السيغران خاك التيارة السيغران خاك غاربو رقان تشكديني الديوانا النسي غنبا بني المجرمين يقترن تسبان دين قايت مثلا الدين أمك طلع هو يجلوغا وتجيبونش الثقافة وتجيبونش يوذنش دي السجاد محمد السادس وتجيبونش. إذا منايا مار يثبت بالملموس أنه واو وحني خوا طاوع غاك باسباني خوا غاك بو باسبا تغيمي الداري فيه تغيمي الدم الزيان ديتي الطاوين الدولة العلوية. كذلك وتتوشا إلا وأتصن يايت مثنخ أتصن السما تنخاوحن وفين روح ناس نتوذرين وفين وشع ناس نتوذرين منايا وزما تنكا ونيتا دليل إلا وخا غاك باسبا واش ينفع شا مي غتحض غالي ضراني خا المحكمة تحكمت والله باش دار نخباط قيم الديني عام تاري التوكيل إلي قضايا الشهر من العطلة إوا عقب عاود غا هولندا تغبي تين عاجي ناس نتسكني محمد السادس. إذا كذلك من منطقة وا يخصنا خصما أنا من باللي في أوروبا مش نحكم وجهود محمد السادس غادي يحكم نحكم نشي نشيني غاتجي ورقة ضغط الدولة العلوية ونجيبو الدولة العلوية من غاتجي ورقة ضغط. إذا غا خصنا نشوه الدولايات نشوه ماني مالي نشان لقاء الدولة خصها غاس ندير وقفة ماني مالي نشان شما شان المحاضرة الدولة خصها غاس ندير وقفة. يعني الدولة يا ماني مالك غانس قمرة تلاحظ مجن حاجات قبل سما شهور تغم كرمان تسلى لقاءات الوزراء تمساقان جيوذان نهارا وقيم شا تمساقان ماغا لأن من الموسم دا تمساقان تزدن في الطحيف متعارثا نهارا جين بنقص. وكذلك يخسك النواة السلمة يثمع أنه مروثور التاريخ ذي الوقت عماس التاريخ وقاش عماس ولكن ولو بعد مئة سنة نوض غيجن غيجن المرحلة نوض غيج المرحلة تاريخية ضروري علينا أن نكتب التاريخ وتدود شيء لمارة كنين مارة كنينت مارة كنت مارة كن إنك تفضي المسيرات بالمظاهرات ستدخلون التاريخ قد يسجن وقت غزاد يجن 60 سنة 70 سنة أخو مسير التاريخ سنين ريفيين أوروبا ذني ثنيزي حرر عليه في القبض الاستعمار عقر الخوة وراء ربما تيرين موت قخمين الدفع خاريف وجيبون الدفع خاسي الشي قنشي نروح لا يهون الدفع خاسي الأجيال القادمة الدفع خاسي في مغارين ديوسين بحنجان ديوسين قمنا يوي تغيمي شاق أوروبا في قضاء أنا عقب غث معث النغذي نيغا نعيش وتتوذ شيء الذين يوذن ملكيين ذين يوذن إصلاحيين يتم ابتزازهم الشين السنين لثومة الوافي ويجيش هذا جمهوري عمّا سوى يدفع الجمهورية عمّا سوى يدفع الاستقلال ناري ولكن
ملكين من عند إذا الدولة شغل إصلاحين غدا ملكين يكون ما شئت لمجرد كثير تعرفي المصير مش العكشة إذا الحبس دو بالله والله بغاكي للحرية. وكذلك سما باش إخصا عوضة ولا تغني اختداء جنة إذا يوداني تشتغل دي الإطارات السياسية إخصا التعجيل إخصا تصفهم إطارات سياسية ثلاثة أربعة يوداني قذ المسيرة عفوا قذ المنظمة قذ حيسر قذ كل شيء الوقت ما مجاو مني خارج جنة الوقت ما هو سياسي صافي ما هو يعني من يتفون الاحتجاج المليح ينفع الوعي ولكن إخصا لاول توزيس الناس اللي يرين ما هو سياسي. مهم بمانا يزم أخذيني خييت ما دي السماء قنس السيور تبارك الله انتق 42 مينوت أدع قبخ سماء في وشا في وشا قطوالي بغاه المسيرة ما مش تسلم أنه ربما غذيني ريني وذاني عفنان ربما ذيني ريني وذاني دسنا ذا خاص ملايني ودسنا ذا خكتنا دسنا ذا خدم بروفوكاسيو الساني تقاغا ومقاغا كنت يعني نشي مكوالي حضاريين نشي المسالمين نشي نلقى المسيرة في وشا غانخ غان خارو خصا غان كلشي بفوس وتجيبون تلقى ملايين تما قيو عيني خنطاز العكس ملايين تقيد بالقانون س الديمقراطية س المواثيق تما س الدستور دمار المواثيق من الدستور البلجيك إذا أنا يتما أي السما في وشا يوز تحدي عدا خوام يوز تحدي يوسي تاع تشات محمد السادس اللي يزيد تسوات الناس اللي غينا عاش الملك واخا استعرت شا لأنه حتى الأوروبيين وسنتي شغل فرصه باش نعقب غثو دري لان ما راه يوقعش المشكل ضم الزيان ثورات النوني واش تيشن بالترخيص وثمانين ني عزو حتى يناق لانه غاسن علاقه الطمقراطي الدوله وفي ثار الدوله وفي ثار تخصها الملاير استكش روحها استكش دوراي اوروبا باش هذا خص بدل المسيرات اذا نشي وسنتي شغل فرصه الله يرحم الوالدين تتاخ الزيوم تتاخ الزيكنت يوشا اني ريت مسالمين من بدا انو يواس الاداب ص النظام خميني غنو يواس تفابريت النخنيشان خمي غنكمل في المسيره نفاض في مراتين شي قشوادي ثمار ثم واثاتين التيمور النخ بلجيك ثم واث النخ اليمن ثم واث النخ هولندا ثم واث النخ ميمي قاخورا لان الالاف والالاف يوزان يريف يتعيش ندا وكذلك الالاف يوزان قد عيش ندا بطريقه غير مباشره لانهم كراري في الجروب السكياسي تعاون فاميليانس ديال الريف اذا خصنا نحافظ الدولة أن تنخس أن تنسعيز وكذلك تتاخذ زيوم نهار تيرات شمة مثلا بلجيك نشك يعرف تاريخ دي بلجيك هذي سيخ بندون بلجيك أتسجع في بلجيك نشك يعرف تعيش في كليمان هذي خمي غيرا وليمان هذي سيخ بندو ليمان نشك يعرف تعيش دي هولندا خمي غثيرا هولندا يسي بندو هولندا باش تسني لنشين ونكابو الجميل نشين ونجيبو العياشة تشان خفوينة هولندا نشانسو يتشخ ليمان نشانسو ومعد نكسي بندو محمد السادس المجرم إذا نخنقن يخصوان تريبونا كير الجميل نشين كأحرار كفعية ونمولي محمد يخصاني ريد النموذج يقتدى به ذي الدقة سمى الاعتراف بالجميل أن اعترف أن احترم الدولة وأن تنخس الدولة النخ وراح وش نفع مش عماس وحي السخلة الدولية تعتبر أي مواطن من الدرجة الثانية نتمارس خفيش العنصرية بالعكس تحترم نخ تسعي الزنخ توشان خان الشنسو داخل الدواء وتخدم لها شكنة الشد إذا القمانية وذوتك شو شام محمد السادس وذوتك شو شد الدولة العلوية إذا الله يرحم الوالدين إذا إني شي قانقة يشد فونزي الجمهورية وهذه نقول الجمهورية نشي نتفق في إطار الحراك المطالب الحراك يعني معروفين من عنانت إذا عاود قزري تغفق بنا نشد قل المسيرة دي بروكسيل المسيرة إني تروح وسميست كذ محا نلاش نهان 16 قديم المسيرة دي بروكسيل تغصف غنطيت باش قل تشويش السنة اللي واسن دي تيريشا السنة الأحرار اللي قيقوان غانتويربان يتويربنت نغيرين المعقل ذي وشا الأحرار ونشقي على يقين أنه أكبر مدينة الأحرار لأوروبا نخوارا وقاه بلدوس الدفو خانش تسغت السنين ولكن ذي أنتويربن إذن إخساني ريحاذرين أني رياقذين في حالة ما رهجمت خحد قذين بوليس قذين منظمين غاسم تليفونات إذن ذي وشا إن شاء الله يثمى أني رسمنا في التاريخ أتدفن التاريخ زي الأبواب نس الواسعة أنصفحي مثلا خذي عريف أنصفحي محبس النخ أنصفح سما العائلات المختطفين ذو ذوارا مكارو يزما خذي نيخ أمسا قالنا خذي ريثي وش إن شاء الله أكني وحفظ صدار بيجني جن تحية نضالية ماريك النيو أزول.